علم لدى مصدر عسكري أن وحدة خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. قدمت المساعدة خلال الفترة ما بين 22 أغسطس 2022 ل 743 مرشح للهجرة غير شرعية من جنسيات مختلفة، من بينهم مرشحون ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء واليمن والسودان وفلسطين وليبيا ومصر وآخر جزائرية. وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية حاولوا العبور في رحلة محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقارب من نوع كاياكا ودراجات مائية جيتسكي وكذا عن طريق السباحة. وأضاف أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية قبل نقلهم سالمين إلى أقرب موانئ المملكة المغربية وتسليمهم إلى الدرك الملكية من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل. نشكركم على حسن المتابعة.